هلا حبايبي الحلوين، شلونكم؟ شو اخباركم؟ وياكم سمسم. رجعت وياكم فيديو جديد من لايف افتر، وبهذا الفيديو راح اشرح لكم عن اول مهنة من المهن اللي وعدتكم بها انه راح اشرحهن، لانه صح وحقكم طولت عليكم اني هواية، وهواية ناس قالوا لي سمسم احنا بعدنا ما مستخدمين البطاقة مع التغيير مع المهنة، فنريد تشرحين عن المهن حتى نعرف شنو نختار. بس انطوني ثواني خلي انص صوت اللعبة لانه مدى اسمع صوتي. اوكي هسه احسن. اوكي هسه اول شي راح اشرحه هو المقدمة عن المهن بشكل عام، راح اشرح لكم فديك مقدمة بسيطة. شوفوا حبايبي، كل مهنة تختلف عن الاخرى، مهنة تجيب جولد ومهن ما تجيب جولد، يعني اكو مهن تحصلون منها جولد واكو مهن ما تحصلون منها جولد، بس كل وحدة لها ميزات خاصة. يعني اللي ما تجيب جولد مو معناته انه هي مهنة مو زينة، لا بالعكس، كل مهنة لها خاصية مميزة بها حسب رغبة اللاعب اللي يريدها. مهنة اللوجر اللي هي مهنة الحطاب اللي راح اشرحها بهذا الفيديو هي من المهن اللي تجيب جولد، وهي مهنة حلوة صراحة، وتجميع موارد من الأشجار اللي موجودة بالخرائط. بس مهنة اللوجر من المهن التجميعية، يعني شنو؟ يعني تحتاج وقت هواي من اللاعب لحتى يجمع موارد الخاصة بيها. ومهنة اللوجر يقدر يحصل موارد، هو الوحيد اللي يقدر يحصل هاي الموارد. يعني مهنة اللوجر اكو موارد بس صاحب هاي المهنة يقدر يحصلها، فهو هذا الشيء مميز بها، يعني باقي الواعيب ما يقدرون يحصلون هذه الموارد. الشغلات اللي يحصلها اللوجر اللي ما يحصلوها باقي المهن تفيد هواي مهن اخرى، مثل مهنة الماينر، مثل مهنة الجان ميكر، يفيدنهم ذني. فمهنة اللوجر هي من المهنة الجاذر. شوفوا انتوا هسه من تدخلون على البروفايل مالتكم وتروحون على الابيليتيز، عندكم ثلاث خصائص اللي هي الجاذر والكرافت والكومبات، هذني المهن تتقسم عليهن. فهسه مهنة اللوجر هي من ضمن خاصية الجاذر، يعني عندكم اهم شيء هنا بهذن الخواص هي الجاذر اللي تخص مهنة صاحب الحطاب او اللوجر. فبس خلي هذه خلوها ببالكم، لانه بعدين هماتي راح افهمكم بشنو تفيدكم الجاذر، يعني شلون تطوروها لحتى تفيدكم بالمهنة مالتكم. طبعا قبل نبلش احب اقول لا تختارون اي تخصص شلون مكان، حسب شرحي راح تفهمون كل مهنة وشنو مميزاتها. يعني لا تهتمون اصدقائكم شي يقولوا لكم والله ها مهنة الفيروس ترى قوية وشنو مهنة لوجر، لا انتو شو تحبون اختاروا، لانه اني هذه السلسلة مال المهن راح اشرحها بالتفصيل العميق، يعني كل شي راح اشرح فيها، فبعد تبقى انت ورغبتك او انت ورغبتك، فتابعوا الفيديو وياي. اوكي هسه اني راح اشرح لكم الخواص او مميزات مهنة اللوجر. طبعا انا مو مهنة لوجر، فراح اضطر اروح الجيسيكا ومن خلالها راح اروح على المهن هذني. فعندنا هذه هي اول وحدة مهنة اللوجر، فراح اشرح لكم هذني الخواص وحدة وحدة وبالتفصيل هماتين. يعني عندكم هذه اول وحدة، هذه الخاصية عند تكسير الأشجار يعطي خشب أكثر مما يعطي باقي اللواعيب، يعني لما تكسرون أشجار ينطيكم خشب مضاعف أكثر مما يحصل اللاعب اللي هو مو صاحب مهنة لوجر. ويعطي موارد ثانوية بنسبة أكثر. الموارد الثانوية اللي هي مثلا التويك، اللي هي مثلا شنو بعد البوكس وود، وهذين السوالف، يعني الموارد اللي تحصلوها من الأشجار ينطيكم إياها بنسب أكثر من باقي اللواعيب إذا أنتوا كنتوا مهنة لوجر. فيعني الموارد يلي تحصلها من الأشجار يعطيها مضاعفة لما نطور هذه الخاصية. وهذه المهنة، هذه أول خاصية عفوا، هذه طوروها للأخير، يعني مثلا هو منطقكم إياها 5 من أصل 5، طوروها للأخير يعني 5. أوكي فأنتوا أنا شو راح أقول لكم، طوروا بهذه المهنة، هذه طوروها ماكسيمم يعني أقصى حد. شلون يعني أقصى حد؟ مثلا هسه أنا عندي مهنة الفيروس، شوفوا هسه أنا مهنتي فيروس، مثلا هسه انتو لو لوجر راح تطلع لكم هنا، هذه هي اول خاصيه اللي قلت لكم تطوروها. شوف هسه انا مطور الخاصيه مالتي 2 من أصل 5، انتو من ذا اقول لكم طوروها للاخير، يعني توصلوها 5 من أصل 5. تمام، بس حابه اكون الشرح مالتي واضح. فهسه هذه اول خاصيه اللي هي تنطيكم موارد ثانويه مضاعفه وخشب مضاعف، فهذه مهمه يعني ركزوها.
اوكي، اكو ببعض الخرائط اكو اشجار ما يقدرون يكسروها باقي اللواعيب، هذني الاشجار هو فقط صاحب مهنة اللودر يقدر يكسرهم. مثلا هسه راح اروح اضرب لكم مثال. مثلا هسه اني اجيت خريطة الفول فورست الغابة، واريد اعرف شنو هي الاشجار اللي تخص اللوجر اللي ما يقدر اي شخص يكسرها غيره. وين تروحون؟ تروحون على الخريطة، وبعدها راح تلاحظون هذه الجوة راح اشركم عليها هياته. شوفوا وين تروحون؟ تروحون على الريسورسز، راح يطلع لكم هذني، هذه اللي مرسوم عليها اكسكلوسيف وود، هذه تضغطون عليها. من تضغطون راح يطلع لكم الاشجار يلي يقدر صاحب اللوجر فقط يكسرها. اوكي، فقط صاحب اللوجر لما يحط على هذه الاكسكلوسيف وود راح يقدر يكسرها. فهسه ما دا اشوف اي حجر، عفوا شجرة هنا بالغابة، فخل اضطر اروح لغير خريطة ونشوف بلكي نلقى. شوفوا هسه مثلا اجيت للصحراء، وهذه عندي هنا شجرة اللي هي الخاصة بس باللوجرز، هي مرسوم عليها شجرة بس شنو داخل مربع، يعني خاصة باللوجرز مثل ما اشرت لكم عليها. بالله هذه هي، لا هذه شوفوا، هذه مكتوب عليها باللون الاحمر. شوفوا هسه هذه اذا اريد اكسرها ما يقبل اكسرها، راح يطلع لي حكي. يعني شنو؟ يعني بس صاحب مهنة اللوجر يقدر يكسرها. فبس خلوا هذه ببالكم هذه الشغلة. هسه عندنا ثاني خاصية اللي هي الكويك لوجينج. هذه خاصية هي تزيد سرعة التكسير عند تكسير الشجرة. يعني شلون؟ يعني مثلا باقي اللواعبين يكسرون الشجرة خلال 10 ثواني، يعني اللواعيب اللي هم مو لوجرز، بينما صاحب مهنة اللوجر يكسرها ب5 ثواني. اوكي، فكل ما تزيدون الليفل مالتها كل ما يقل الوقت بالتكسير، يعني مثلا يقل يجوز بثانية واحدة تكسرون شجرة كاملة انتو صاحبين مهنة اللوجر. فهذه المهنة تمكسوها للأخير همتين، يعني تسووها فول، يعني خلاص بعد انا اللي اقولكم عليها تسووها فول تسويها فول. فكل ما يزيد تطوير هذه المهنة كل ما يقل وقت التكسير. اوكي، عندنا المهنة الثالثة تعطي مضاعفة الحصول على الموارد. يعني شنو؟ يعني ينطي زيادة لصاحب مهنة اللوجر. يعني لنفرض انه لاعب عادي من يكسر شجرة راح يحصل منها مثلا 150 خشباية بس، الخشب العادي يعني هذا الخشب الجوزي، بينما صاحب مهنة اللوجر راح يحصل كبونس، يعني يحصل 250 خشبة من الشجرة الوحدة. فلانك صاحب مهنة لوجر راح يعطوك زيادة بتجميع الخشب، فكل ما تزودون هذه الخاصية كل ما يعطيكم خشب أكثر. فمو كلش مهمة هاي الخاصية، فطوروها حسب الرغبة. فأني يعني كنصيحة لكم طوروها وسط، يعني طوروها مثلا 3 من أصل 5. أوكي، هسا عندنا المهنة الرابعة، هذه الخاصية ما أعرف ليش دائما أقول مهنة فعادي. عندنا الخاصية الرابعة، هي خاصية مهمة كلش كلش مهمة يا جماعة. هاي الخاصية هي مثل القبلها، بس القبلها تنطي فقط خشب مضاعف لصاحب مهنة اللوجر، بينما هذه الخاصية هذه تنطي الموارد الثانوية، يعني مثلا تويك، الهارد وود، الريزن، الودن كور، هذني يعني الموارد الثانوية اللي نحصلها من الأشجار، ذني تنطيهن بشكل مضاعف. يعني كل ما تطورون هذه خاصية كل ما يعطيكم زيادة بالتويك وباقي الموارد اللي تحصلوها من الأشجار. فهذه الخاصية مهمة كلش، فطوروها للأخير، يعني مكسوها لأقصى حد. اوكي، عندنا خاصية البورد ليف اللي هي اكثر خاصية مهمة ببدايتكم كمهنة لوجر. البورد ليف هو من الموارد اللي ما حد يقدر يحصل عليها غير اللوجر، وعند الحصول عليه راح يقوم اللوجر يبيعه ويحصل منه جولد. فهذه الخاصية مهمة جدا جدا يا جماعة، لانه البورد ليف يستفادون منه الارمورز، صاحبين مهنة الارمورز اكثر شيء، ولما تبيعه يمكن تتأخر شوية بالبيع بس بالآخر راح تنباع، يعني بكل الأحوال راح تنباع، يعني ما ظل عندكم فت يومين ثلاثة، لا من أول يوم راح تنباع أنا أقولكم، وتحصلون من يمه جولد. وبعدين راح أشرح لكم شلون نحصل جولد من هذه المهنة، يعني شلون شنو نبيع وشون نلم موارد، يعني أنا راح أشرحها بالتفصيل هذه المهنة مال اللوجر إن شاء الله. البورد ليف موجود بخريطة الماونت سنو، الخريطة الثلجية تقدرون تحصلون من يمه من الأشجار مال الماونت سنو أكثر شيء. وتقدرون بدل ما تجمعوها، يعني بدل ما تظلون تكسرون أشجار وتحصلوها، تقدرون تشتروها بالفلوس مال الأريا أوبريشنز اللي تشتروها من صاحبين الفاس. ف
فتشترون البورد ليف وتبيعوها من هنا. فمهنة يعني الطريقة كلش سهلة، بدل ما تكسرون وتعبون نفسكم لا تشتروها من الخريطة، من إذا عندكم فلوس هواي تشتروها من هذول في جماعة الفاس وتبيعوها رأسة. اوكي عندنا الخاصية الثالثة واللي هي البوكس وود. البوكس وود طبعا البوكس وود كل المهن تقدر تحصل عليه لكن بنسب قليلة، اما اللوغر يحصل عليه بكمية كبيرة عند تطوير هذه الخاصية. ويستخدم البوكس وود مهنة الجان ميكر اكثر شيء بصناعة الستيل بايب، يعني جماعة الجان ميكر يستخدمون البوكس وود لحتى يصنعون الستيل بايب. يعني اكو ناس ما الها خلق تجمع وحتى لو تجمع راح تجمع بنسب قليلة، فلهذا السبب يشترون هذه البوكس وود من جماعة اللوغرز لما يبيعوها. فهما تين راح تحصلون منها جولد بس مو بكثرة مثل البورد ليف، لأنه البورد ليف بس صاحب اللوغر يقدر يحصلها. فهذه طوروها يعني كحد أقصى ثلاثة من أصل خمسة، يعني هما تين متوسط. اوكي عندنا الخاصية السابعة اللي هي البيرتش روت، وهي من الموارد اللي فقط صاحب مهنة اللوغر يقدر يحصلها مثل البورد ليف. يعني هذه ثاني شغلة اللي هو بس صاحب مهنة اللوغر يقدر يحصلها. يعني صارت عندنا حاجتين بمهنة اللوغر حاليا، هو الوحيد اللي يقدر يحصلهم ويشتروهن منه باقي المهن. فمثلا يستخدمون اكثر شيء هذه الخاصية جماعة الجان ميكر حتى يصنعون الانجينيرينج بلاستيك. البيرتش روت اكثر شيء يستخدموه جماعة الجان ميكر حتى يصنعون الانجينيرينج بلاستيك، وهي خاصية مهمة جدا جدا فتطوروها لاقصى شيء، يعني خمسة من اصل خمسة. اوكي هسه عندنا خاصية الاوك سيدار ليف. تعتبر هذه الميزة من اهم مميزات مهنة اللوغر، فهي من الموارد ايضا اللي حصلها فقط صاحب مهنة اللوغر، وهذه تكون غالية جدا لما تبيعوها بالسوق فتجيب جولد هواية. فيجب تطويرها لاقصى حد يا جماعة، يعني مكسوها لاقصى حد، ولما تطوروها لاول مرة راح تنطيكم كمية كبيرة من الاولد اوك. الاولد اوك هذا اللي نحصله من اشجار سانتوباني. فبعدها شوية شوية راح تقدرون تجمعون هذه الخاصية لما توصلون ليفل 4 من اصل 5، يلا تقدرون تحصلون الاوك سيدر ليف. يعني مو من اول تطويره، لا اول تطويره راح تحصلون اوك اولد اوك، وبعدين من توصلون خاصية ليفل 4 بيها راح تحصلون الاوك سيدر ليفز. واني وين طلعت وليش طلعت اصلا، فيلا خلينا نكمل ونوصلنا. اوكي فطوروها لاقصى حد، لانه اول تالي انتم راح تطوروها ليفل 4 يلا تقدرون تحصلون الموارد اللي منها، فاقصى حد يا جماعه. اوكي عندنا خاصيه التشاينيز فير نانومو. هذه خاصيه عند تطويرها ليفل 1 راح تنطي ريد وود بنسبه اكثر من باقي الواعيب، يعني باقي الواعيب اللي هم مو لوغرز يحصلون ريد وود بنسبه قليله من الاشجار، بينما هذه الخاصيه تعطي مهنه اللوغر ريد وود بنسبة أكثر. هاي لما نطوروها ليفل 1، بس إحنا دنشوف إنه مكتوب Chinese Fur Nanimo. شلون نحصل Chinese Fur Nanimo؟ لما توصلوها ليفل 3، يعني شلون المهنة اللي قبلها نوصلها ليفل 4 يلا نحصل، هذه همتين لما توصلوها ليفل 3 راح تعطي موارد جديدة اسمها النانمو. هذه خاصية هذه الموارد كلش مهمة فيستعملوها هواي الواعيب، بس شنو ينباع بشكل بطيء، فما انصحكم يعني تطوروها لاقصى شيء، يعني طوروها المتوسط ليفل 3 من اصل هيك، يعني اوكي يعني اوصلوها ليفل 3 لحد ما تنفتح عندكم النانمو، فهمتوني؟ يعني من توصلون ليفل 3 راح تنفتح عندكم تجميع النانمو، فوصلوها اقصى شيء لهذا الليفل فبعدها تلفلوها، لانه النانمو ما ينباع بشكل اسرع واصلا مو غالي هو. اوكي عندنا الخاصيه رقم 10 اسمها الباين سيبلينجز. لما تفتحون هذه خاصية راح تطلع لكم شغلة جديدة من محل الفرنيتشر، يقدر بس صاحب مهنة اللوغر يشتريها. لما تجون على هذا صاحب محل الفرنيتشر انزلوا جوا راح تطلع لكم هذه هي الموارد الجديدة اللي راح تقدرون تحصلوها لما تفتحون الخاصية اللي قلت لكم عليها. هذه شو تسوون بها؟ هذه تشتروها من هذا الولد وبعدها تزرعوها بالبيت مالتكم بالحديقة، وراح تنطيكم مورد اسمه الباين كون.
هي مو مهمة جدا بس يعني تعتبر من مميزات اللوجر، ويقدر يشتريها صاحب مهنة الجان ميكر همينة ويستفاد منها لحتى يصنع أصور الستيل أو اللوتم ستيل أو هيك شيء. وهذه موارد بطيئة جدا بالبيع، فأني عن نفسي أعتبرها مو مهمة، بس يعني طوروها بس ليفلين كأقصى حد، وشوفوا بعد أنتوا تنباع عندكم أو لا. عندنا الإيلين بارك، تعتبر إيلين بارك همينة من الخواص المهمة جدا في مهنة اللوجر. لما توصلون ليفل 75 أو 70 جاذر يلا تقدر تفتحون هذه المهنة أو هذه الخاصية. سعرها بالسوق يكون مو كلش غالي، فتقدرون تحصلون عليها هذه الإيلين بارك من مدينة أو خريطة الليفن سيتي، تفتحوها من الصناديق. يعني أكثر شيء الصناديق الموجودة بالليفن سيتي هي تقدر تنطيكم هذه الإيلين بارك. فكل ما تطورون هذه الخاصية كل ما تحصلون على إيلين بارك أكثر، يعني على نسبة أكثر الحصول عليها من الصناديق. أوكي أنا أنصحكم أن تطوروها لأقصى حد، لأنه الإيلين بارك صح ما ينباع بشكل غالي بس ينباع بسرعة. فهذه المهنة الخاصية تطوروها لأقصى حد، تمكسوها لآخر ليفل. اوكي عندنا الالم ليفز، قبلها كانت الم بارك، هذه الالم ليفز هي نفس الخاصيه اللي قبلها، ايضا نقدر نحصل عليها من صناديق الليفن سيتي. كل ما نطورها كل ما تزيد نسبه الحصول عليها تكون اكثر، فصاحب مهنه اللوجر يقدر يتاجر بها اكثر شيء بهذه الخاصيتين، الالم بارك والالم ليفز اكثر شيء. يعني لما توصلون ليفل 75 او 70 بالجاذر فهذه راح تكون تجارتكم، وهواي ناس تقدر تشتريها فهواي ناس يستفادون منها. اوكي عندنا خاصية الكامبور ليف، هذه الخاصية همينة مثل الخاصيات يلي قبلها، تقدرون تحصلون عليها من فتح الصناديق الموجودة بالليفن سيتي، وكل ما تطوروها كل ما تصعد نسبة الحصول عليهم، وايضا تقدرون تحصلوها من تقتلون زومبي وباشجار استيرونا همتين. فانا انصحكم انه هذه خاصية متوسطة الاهمية فطوروها لفل 3 او 4 اقصى شيء، يعني فلا تمكسوها لاقصى حد. عندنا خاصية ال 14 اللي هي خاصية الكامبور، هذه خاصية هي مثل اللي قبلها، يعني من تطورون هذه الخاصية تزداد نسبة الحصول على الموارد فيها، فمثل يعني مثل قبلها، فهم يعني خاصية مو كلش مهمة بالنسبة لللوجر، فطوروها اقصى شيء يعني 3 من اصل 5 او هيك شيء. اوكي عندنا خاصية البيرج بارك، هي من الموارد المهمة اللي يحصلها اللوجر وبس هو يقدر يحصلها، طبعا سعرها يكون كلش غالي بالسوق، وتقدرون تحصلون عليها اتصور من تقطيع الاشجار بالماوت سنو، ماوت سنو، فطوروها لاقصى حد، يعني هاي خاصية مكسوها لاقصى شيء، لانه كل ما يزداد التطوير كل ما راح تحصلون عليها اكثر من الاشجار، يعني نسبتها تزداد. عندنا خاصية الوايت بيرج، الوايت بيرج هي من الخصائص العادية اللي مو كلش مهمة يعني بالنسبة لمهنة اللوجر، لأنه سعرها يكون رخيص بالسوق ويمكن لأي شخص أو أي مهنة يحصل عليها مو بس اللوجر، فيستخدموها أكثر شيء أصحاب مهنة الجان ميكر لحتى يصنعون الكاربون ستيل والآلوي همينة، وتقدرون تحصلون عليها من خريطة الكريسماس يعني خرائط الثلج اتصور اكثر شيء، والموج جراي او هيك شيء، يعني هذا الخرائط، فخاصية هي مو كلش مهمة جدا، فطوروها لحد وسط او اقل، يعني اما 3 اما 2 اقصى شيء. اوكي عندنا رقم 17 اللي هي التانك اويل، هي من الخصائص المهمة بمهنة اللوجر، تعطي ذهب بنسبة عالية جدا، وفقط هو صاحب مهنة اللوجر يقدر يحصل عليها، تقدرون تحصلون عليها من خريطة الليفن سيتي سبربس، هذه الخريطة الجديدة اتصور تقدرون تحصلوها من الاشجار ومن الزومبي وهيك يعني سوالف. انا ما رحت لهاي الخريطة صراحة لان شوية لفلها عالي بالنسبة لي، فهذه الخاصية طوروها لاقصى حد، يعني مكسوها لاقصى شيء لانه خاصية مهمة. هسا عندنا اخر خاصية من خواص مهنة الحطاب او اللوجر اللي هي التانج تري، هذه خاصية عادية من خواص اللوجر بس يمكن غير اللوجرز يحصلون عليها، فلهذا السبب انا قلت لكم عادية لانه مو بس هو يقدر يحصلها، يعني مو من مميزات خاصية اللوجر، فتعتبر غير مهمة.
بس صاحب مهنة اللوجر يحصلها بنسب أكثر من غير اللوجرز، يعني كل ما تطوروها كل ما راح تحصلوها أكثر من باقي المهن. يعني لنفرض أنه مثلا أنت جان ميكر فتريد تحصل هذه التونج تري، يجوز تحصل 2 أو 3 من الشجرة شجرة واحدة، بس صاحب مهنة اللوجر يقدر يحصل خلينا نقول 6 7 8 من شجرة واحدة. فكل ما تطوروها كل ما تحصلون نسبة أكثر. فأنصحكم أنه تسووها متوسطة الليفل، يعني مو كلش صعدوها، سووها ليفل 3 من أصل 5، وهي همتين مو كلش غالية السعر بالسوق. أوكي، هسه شرحت لكم كل خاصية شنو تستفادون منها، وشنو اللي طوروها أقصى شيء، شنو اللي ما تطوروها أو يعني تسوون تطويرها ليفل متوسط. أتمنى يكون هذا الشرح واضح بالنسبة للخصائص اللي تخص اللوجر. هسه راح أعلمكم شلون تحصلون ذهب أو جولد من مهنة اللوجر. فأنصحكم لما تريدون تبيعون شغلة وأنتوا مهن لوجر لا تبيعوها من الكامب. يعني هسه مثلاً من تروحون للكامب عندكم هنا تلفزيونات بالكامب، صح تقدرون تبيعون منها من هنا أو من بيتكم، بس لا تبيعون منها. أنا أكثر من مرة قالت لكم لما تريدون تبيعون روحوا بيعوا من غير كامبات. يعني وين تروحون؟ تروحون على الطيارة، هسه أراويكم، بس ولو أتصور هسه هي مسدودة الأسواق، تنفتح بعد الساعة 11، بس حتى أراويكم شكلها وين صاير. تروحون على الطيارة مال الكامب مالتكم، وهذه هي هنا مكتوب التريد زون، هذه من تروحون عليها راح يطلع لكم 3 كامبات، تروحون على أي كامب وترحون تقريبا هنا بهذا المكان. لنفرض هسه انتو وصلتوا للكامب اللي تريدون تبيعون منه، فترحون هنا راح تتواجد اماكن الناس اللي يبيعون ويشترون شغلات هواية هنا بالضبط هنا. فتجون وتدوسون على اي وحدة من هذين الطبلات اللي موجودة بباقي الكامبات وتبيعون الموارد مالتكم. فأتمنى تكون الفكرة واضحة، فإذا ما فهمتوها قولوا لي على الفيديو الجاي أدليكم لما يكون مفتوح التريد زون. ليش؟ لأنه الفرق إذا بعتوها هنا بالكامب رح ياخذ عليكم ضريبة، وهي الضريبة رح تاخذ جزء من الذهب اللي أنتوا بعتوا به، يعني من السعر اللي أنتوا عرضتوه، بينما باقي الكامبات لا ما رح ياخذ ضريبة، رح ينطيكم الفلوس مثل ما هي، يعني شقد بعتوا به رح تجيكم الفلوس نصا نفس ما هي. فهذا هو الفرق. هسه راح اعلمكم شنو الموارد اللي يقدر صاحب مهنة اللوجر يبيعها ويستفاد منها، وش قد تجيب لكم جولد، ومن اي خريطة تحصلوها. انا كاتبة اسعارهم اللي معروضة بالتريد، بس شنو راح اشرح لكم يعني هنا بالكامب، يعني الاسعار اللي راح تطلع لكم هنا بالكامب ترى تختلف عن التريد، فبس حتى اوصل الفكرة. فهسه اول شيء راح اروح على الريسورسز حتى اشرح لكم الخواص اللي يقدر يحصلها اللوجر. اوكي، اول شيء يقدر يبيعه اللوجر هو البورد ليف، وين هذا هو البورد ليف يا جماعه، هذا اول شيء يقدر يبيعه صاحب مهنه اللوجر. تقريبا يقدر يبيع كل وحده بحدود 600 جولد، 600 هاي مثل ما تشوفون كاتبين 672، فانا اقول لكم اقصى حد يعني ف 20 وحده ب 600 جولد. تقدرون تحصلون هذه المورد كاتب لكم هو هنا من المسكا تاون والريفر اريا والولف هانتينج فيلد والبلاك بيرل اريا، تمام؟ فهذه طوروها نسبة متوسطة قلت لكم اني عم تمكسوها ليفل متوسط 3 مثل ما شرحت لكم من الساعة. لما توصلون ليفل جاذر 30 يلا تقدرون تفتحون هذه المورد وتبيعونه بالسوق. اوكي، هذه اول شغله تقدرون تبيعوها كصاحبين مهنه لوجر. هسه عندنا ثاني شغله اللي هي البيرج روت، تقدرون تبيعوها بسعر حدود 700 جولد تقريبا، فتقدرون تحصلون عليها من التوين ويز سيتي، من الماوث ابريشن، ليزنبورغ، سانتوباني والريدوود تاون. هذه تحصلوها او تقدرون تلموها لما يوصل ليفل الجاذر عندكم 48، تمام؟ ثالث شيء اللي هي السيدار ليف، تقريبا بحدود 800 جولد تقدرون تبيعوها، تقدرون تحصلوها من اللورنس باي، الماوث تاون،
سوام بوردر والماوث سوام. هذين الخرائط اللي تقدرون تحصلون منها هذه خاص المهنة أو هذه المورد من الأشجار، وتقدرون تلموها لما توصلون ليفل الجادر 54. عندكم رابع وحدة اللي هي الباين كون. هذه الباين كون تقريبا تبيعوها ب 900 جولد. هذه تحصلوها من النبتة اللي قلت لكم تشتروها من هذا الولد اللي بالكام، وتزرعوها بالحديقة مال بيتكم وتبيعوها هنا، فتجيب لكم 900 جولد يا جماعة. فأنا أشوفها السعر يعني زين. فتقدرون تحصلوها أو تقدرون تشتروها من الولد لما توصلون جادر ليفل 65. خامس شغلة اللي هي الإلم بارك، تقدرون تبيعوها بحدود 900 جولد تقريبا. تقدرون تحصلون عليها من السايلنت بلين، البارن والد، الديزول ديزرت، والساند كاسل. تقدرون تلموها لما توصلون جادر ليفل 70 يا جماعة. والسادس شيء عندكم الكامبور ليف، تقدرون تبيعونه بحدود 1300 جولد. ما أعرف هو سعره نازل حاليا ب 1200، بس هو 1300 جولد تقدرون تبيعونه. فتقدرون تحصلونه من الليفن سيتي وليفن سيتي دون ديستريكت والاستي رونا. هذاني الخرائط اللي تقدرون تحصلونها من يمه، فتبدون تلمونه لما توصلون ليفل 70 هماتين. لا العفو، ليفل 80 كامبور ليف، ليفل 80 هو ما كاتب هنا بس هو ليفل 80. تابع شيء اللي هو البيرتش بارك، تقدرون تبيعونه تقريبا ب 3500 جولد، يعني تحصلون من يمه، او 3600 او اكثر. اني بزمن يعني الجولد من جسمه بزمن البدايه مال اللعبه، وهذا السيرفر كان ينباع ب 5500، فما اعرف ليش هالايام السعر نازل كلش من الموارد. فيس تقدرون تبيعونه ب 3600 جولد، تحصلونه من خريطة الموت سنو فقط من الموت سنو. لما توصلون جادر ليفل 90 يلا تقدرون تحصلون البيرتش بارك. وعندنا آخر شيء اللي هو التانج أويل، اللي هو أكثر شيء يمكن يستفادون منه جماعة مهنة اللوغر، لأنه هو أغلى شيء ينباع بالسوق. تقدرون تبيعونه تقريبا ب 4000 جولد، العشرين وحدة يعني ب 4000 جولد. تحصلونه من خريطة الليفن سيتي ساب رابز، بس لازم الجادر مالتكم يوصل ليفل 100 يلا تقدرون تحصلونه. فهاي علمتكم شنية الشغلات واسعارها بالسوق اللي يقدر يبيعها صاحب مهنة اللوغر اكثر شيء. فاتمنى يعني انه تجيبون ورقة وقلم وتسجلون كل هذه الملاحظات اللي دا احكيها اذا انتم صاحبين مهنة لوغر، لانه راح تفيدكم. فهسه قبل لا انهي الفيديو حابة اشرح لكم شنية الاشياء اللي لازم تطوروها لأصحاب مهنة اللوغر لما تطبون هنا على الجادر. انا قلت لكم مهنة اللوغر هي خاصية جادرية، فتطبون على اللوغر هنا فعدكم هذني، شوفوا هذني راح اشر عليهم، ذني تطوروهم لاقصى حد. شوفوا ثاني كلهم طورتهم، باقي عندي بس الفات ليفلين يلا اقدر اطوره. هاي بالنسبة للبشري، لو كنتوا ريفيننت يعني نصف زومبي، اول وحدة هذه ما راح تتطور عندكم ولا راح تفيدكم، لانه ما راح تستخدمون فاز، لانه هاي اول وحدة راح ينطيكم فاز جديد كل ما تطوروها. فهذني كلش مهمات يا جماعة، تطوروها لاقصى حد، كل ما يطلب منكم تطوير على ذني تطوروهن. تجون هنا هذني هماتين تطوروهن، عندكم هاي وهاي، تطوروهن هماتين لاقصى حد، وهذه هماتين طوروها تفيدكم. وعدكم هذه الفوق، هذه إش قد ما تطورون منها طوروا، لأن كلش راح تفيدكم لو كنتوا أصحاب مهنة لوغر. فهذه تمشي ويا الليفل مالتكم. هسا أنا ما مشيت ويا الليفل ماتي، وهذا أكبر غلط بالنسبة إلي، لأنه شوفوا هسا أنا الليفل الجادر ماتي 85، بينما هي هنا مستواها 45، يعني المفروض هسا أنا موصلتها 85 ويا مستوى الجادر ماتي. فكلما يتطور المستوى الجادر مالتكم كل ما تزيدون هذه هماتين. فيس تعبت صراحة كلش، لأنه حكيت هواية وحكيت كل شيء يخص الجادر، وتعمقت لكم بهواية سوالف وشون تشترون وشون تبيعون منها. فأتمنى يكون شرحي واضح وافتهمتوا من يمه.
يس هذه أول مهنة شرحتها لكم. إن شاء الله بالفيديوهات الجاية راح أشرح لكم باقي المهن وكلهن راح أشرحهن أني بنفس الطريقة. فلو عندكم أي سؤال يخص مهنة اللوجر كتبوا لي بالتعليقات، إذا مو أنا راح أجاوبكم فأكيد باقي الواعي باللوجر راح يجاوبوكم إذا كنت أنا ما أعرف. فيس حبايبي لهنا راح أنهي وياكم فيديو اليوم، أتمنى تكونوا استمتعتوا بيه واستفاديتوا منه. أشوفكم إن شاء الله على خير بالفيديو الجاي. باي باي. That's alright.